ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم معي مرة أخرى في هذا الدرس الذي سأقدمه في مادة التربية الإسلامية مكون القرآن الكريم. إذا موضوع درسنا اليوم هو سورة الانشقاق من الآية 16 إلى الآية 25. إذا قبل أن أبدأ، إذا لا بأس من مراجعة للدرس السابق والجزء الأول من سورة الانشقاق. رأينا أن الله عز وجل في الجزء الأول تحدث عن أهوال يوم القيامة وما سيحدث للسماء وما سيحدث في السماء من شقوق وما سيحدث للأرض حينما ستلقي ما بداخلها من أموات، يعني ليوم الحساب. ورأينا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، هناك من سيؤتى كتابه بيمينه وهؤلاء سيحاسبون حسابا يسيرا كما رأينا، وأيضا الله عز وجل قال بأن يعني الذين سيؤتون كتابهم وراء ظهورهم سوف يدعون ثبورا ويصلون سعرا، يعني سيكون جزاؤهم جهنم والعياذ بالله. إذا استمرارا لهذه الصورة سنتعرف على الجزء الثاني من هذه الصورة. إذا استمعوا، سأتلو على مسامعكم الجزء الثاني من صورة الانشقاق. إذا أنصتوا من فضلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم. إذن من فضلكم رددوا معي يعني من بعد الآيات الكريمات. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. إذن الله عز وجل هنا في هذه الآيات يقول فلا أقسم. إذن سنحاول أن نفهم معاني هذه الآيات. فلا أقسم بالشفق. إذن الله عز وجل هنا يقسم بالشفق. ما هو الشفق؟ الشفق هو أو هي تلك الحمرة التي تكون في الأفق بعد مغيب الشمس، عندما تغرب الشمس. إذا لاحظتم أعزائي ترون حمرة في السماء، ذلك ما يسمى بالشفق. إذن فالشفق هو حمرة
السماء أو الحمرة في السماء بعد مغيب الشمس، عندما تغيب الشمس نلاحظ أن هناك حمرة في السماء، فذلك ما يسمى بالشفق. إذن فالله عز وجل أقسم بالشفق بعد مغيب الشمس. إذن الله عز وجل أقسم بالشفق والليل وما وسق، الليل يعني وما جمع في ظلمته من الخلائق، ما جمعه في ظلمته من الخلائق، والقمر إذا اتسق، أي إذا اكتمل وصار بدرا، يعني اتسق اكتمل، إذا اكتمل القمر وصار بدرا. إذا الله عز وجل أقسم بالشفق قلنا، وأيضا أقسم بالليل وما جمع من الخلائق، وأقسم بالقمر إذا اتسق أي إذا اكتمل وصار بدرا. لتركبن طبقا عن طبق، يعني أن الإنسان بعد موته سيتحول من حال إلى حال آخر، يعني من حال إلى حال أصعب من الذي قبله، بدءا من القبر إلى يوم الحساب، إلى أن يجازي الله الناس إما بالجنة أو بالنار. إذن لتركبن طبقا عن طبق، أي أحوالا عن أحوال، أحوالا عن أحوال، ستتغير أحوال الناس وستشتد أحوالهم، أحوالا عن أحوال. لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. إذن الذين سيتعرضون لهذه الشدائد هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث، فما لهم لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالبعث. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، أي أنهم لا يسجدون عندما يسمعون كلام الله عز وجل، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، الذين كفروا يكذبون بآيات الله، يكذبون بالبعث، يكذبون بالله عز وجل، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، بما يعون أي بما يخفون، بما يضمرون، بما يخفون من السيئات، الله يطلع عليهم. ورأينا كما في درس سابق بأن الله سميع بصير، يرى كل شيء كما رأينا في درس سابق. بشرهم بعذاب أليم، يعني الله عز وجل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يسجدون عند سماع القرآن يبشرهم بعذاب أليم، ولكن الله يستثني فئة من الناس، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا. هنا الله عز وجل يستثني، يعني أن هؤلاء هذه الشدائد وهذه الأهوال التي سيراها يعني المكذبين يوم القيامة، يستثني الله عز وجل منها الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يؤمنون ويعملون الصالحات. ورأينا مجموعة من الأعمال الصالحة في دروس سابقة التي نتقرب بها الله إلى الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، غير ممنون أي غير مقطوع وغير منقوص. إذن الله عز وجل يستثني هؤلاء من هذه الأهوال ومن هذه الشدائد التي ستقع يوم القيامة. إذن أعزائي الأطفال أو التلاميذ، سأطرح عليكم بعض الأسئلة لأختبر فهمكم لهذه الصورة. إذن بماذا أقسم الله عز وجل في هذه الصورة؟ بماذا أقسم الله عز وجل؟ أقسم بثلاثة أشياء، ما هي؟ نعم جيد، أقسم الله أولا بالشفق، وأقسم بالقمر، وأقسم أيضا بالليل. إذن أقسم بالشفق
وبالليل وما جمع وبالقمر إذا اكتمل وصار بدرا. إذن الله عز وجل هنا أقسم بهذه الأشياء. على ماذا أقسم؟ أقسم، نعم، أقسم على أن الناس بعد موتهم سيتحولون من حال إلى حال، يعني سيمرون بمجموعة من الأهوال منذ موت الإنسان إلى يوم القيامة، سيمر بمجموعة من الأهوال. ومن يعني سيمر بهذه الأهوال؟ الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بيوم البعث ولا يسجدون عند سماعهم القرآن، هم الذين سيمرون بهذه الأهوال. ولكن الله عز وجل استثنى من هؤلاء، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حيث سيكون جزاؤهم الجنة، يعني ولهم أجر كثير غير مقطوع، جزاء لماذا؟ جزاء للعمل الصالح الذي قاموا به في الدنيا. إذن ننتقل إلى فقرة استخلص القيمة. إذن حاولوا أن تجيبوا عن هذا السؤال، أكمل بما يلي. إذن لدينا هنا كلمتان سنحاول أن نضعهما في مكانهما المناسب هنا في هذه أو في هذا النص. الكلمتان هما بالأجر الصالح. إذن سأقرأ أعمل العمل، نعم، نقط، الذي يجازي الله عنه بماذا؟ الكثير. إذن حاولوا أن تفكروا. إذن جيد، أعمل العمل، أي عمل نعمل؟ أعمل، نعم، العمل الصالح. جيد، العمل الصالح لماذا؟ لكي أفوز برضا الله. أعمل العمل الصالح الذي يجازي الله عنه. بماذا يجازي الله الذين آمنوا؟ قلنا يجازيهم بالأجر، بالأجر الكثير الغير الناقص والغير الممنوع، بالأجر الكثير. إذن أعمل العمل الصالح الذي يجازي الله عنه بالأجر الكثير. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأتمنى منكم أن تعيدوا يعني الفيديو من الأول لترتلوا الآيات كثيرا، وأدعوكم إلى احترام قواعد التجويد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.